هدول ناقصين. كيف ناقصين؟ أنا عدهم بإيدي. ناقصين حق التأخير. هلا هيك بدنا نشتغل؟ اجتني بعتور أكثر من مرة وماردي لأني عم بستناك، وبتعرف قديش كل يوم تأخير بيخسرني. اسأل أبوك. وقديش خسارتك بلا صغرة؟ المصاري بس تنزل بالسوق بتولد وبتكبر مثل البني آدم، إذا طعميته كل يوم بيكبر بجوهر، وإذا قصرت عليه يوم واحد بيمرض وبيموت. شريف شريف، هاي حق خسارتك، مع إنه فكري إنه نحن جيران ولاد سوق واحد. لا تأخذني عمي سعيد، بالمصاري لا في جار ولا في رفيق، خد حقك واعطيني حقي. ماشي. وهي بضاعة صارت إلك، ما حدا حيشاركك فيها. وإذا لقيت نفس هاي البضاعة بالسوق عن شي حدا؟ وراقك معك، بتحطتني حقها دبل. صار. يلا عمي يلا، حمل على السريع، في عنا أغراض الحجة الزهرية بدنا ننقلهم كمان بسرعة الله يخليك. ليش الحجة الزهرية بدها تنتقل؟ آه لا، بس عندها شوية أغراض بدها تبدلهم ببيتها. ليه؟ شو ليه؟ أغراضها صاروا إدمة ودق دق خلقة منهم، بدها تبدلهم. يعني الحجة ماكنة؟ شو يعني ماكنة؟ يعني مليانة لحتى عم تغير وتبدل بهالأحوال. والله هيك شي، شو رأيك تتجوزها؟ بشير كمان، بس ما بدي أعرف قد بدها تعلي منها تجرى. ولك يخرب بيت سنتك، حتى هي عندك ياها تجرى. كل شي بحقه. وفوق حقه دقه. حمل عمي حمل، قول يا رب. ليش جاي عم تحكي معي؟ شو مستنية؟ بارك لك لأنك بدك تاخدي جوزي مني؟ أنا كل اللي بدي إياه منك إنك تسامحيني وما تحملي بقلبك علي، لأنه كل الأمر لا بإيدك ولا بإيدي. بدك تاخدي مني جوزي؟ بدك ياني سامحك؟ يا فايزة ليش ما عم تفهمي علي؟ إذا ما كنت أنا رح تكون وحدة غيري. جوزك ناوي يتجوز، ويمكن يتجوز وحدة تجي تطقك بعيشتك، خاصة إذا كانت صغيرة. أنت لا توافقي ولا شوف مين رح يعطي. لا تضحكي على حالك، جوزك من وين ما طلب رح يعطوه. زلمة مقتدر ومعه مصاري ومو ناقصه شي، وابن عيلة، يعني يمكن لو طلب بنت عمرها 15 سنة بياخد. انتي بتعرفي البنت الصغيرة شو ممكن تعمل فيه؟ فايزة انا ما بدي اخد جوزك منك، كل اللي بدي اياه اني ريح ابي. بدك تريحي ابوكي على حسابي انا؟ يعني ما رح تسامحيني؟ ما رح سامحك ولا رح سامح أي وحدة بتاخد مني جوزي. مثل ما بدك، بس تذكري أني إجيت أطلب إذنك وأخد سماحك لو وحدة تانية كانت فاتت على بيتك وبراس موال تاني. عن إذنك. ما بدك ميني ودعك، البيت رح يصير بيتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين. بدك شي مساعدة يا عمي سعيد؟ سلامتك، مو محرزين. إيه؟ الله يعطيك العافية. أهلين. الله معك. الله معك. مين هدول؟ أبوكي مقفع معه على الآخر، عم يحاول يبيع أراضي أضنا يلي اشتراها هونيك. وبده يرجع يبيع على الدولة؟ حلال عليه، سعرها هلأ 3 أضعاف. أبوكي أشطر من هيك، رح يأجرهم ياها بسعر ما اشتراها، كري مو شري. وبيضل الملك إله، حلال على الشاطر. يا ريت جوزي هيك،
بس أبوكي مو عاجبني هالكلام. مشان قصة الأعدام ما حكمت عليه؟ وأنا خايفة أكتر منه. مشان جمال باشا؟ إيه نعم.